بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، أهلا بكم في أسرار العارفين. مفيش حد ما بيشتكيش من موضوع حسد الأقارب، حسد الأصدقاء. طبعا هذا الموضوع بيسبب كوارث في حياتنا وإحنا لا ندري، والنتيجة إن حياة الإنسان بتتدمر وبيحصل عنده مصائب ما بيكونش عارف السبب، وده بيكون سببه نوع من أنواع الجهل البسيط عند الإنسان أو الإنسان المؤمن، إن دايما أسرار حياته متاحة لكل القريب والغريب بمعنى صح. فبيجيني استفسارات كثيرة في هذا الموضوع، إزاي أعمل تحصين أو أعمل علاج يخلصني من موضوع حسد الأقارب أو زملاء العمل أو إلى آخره. وطبعا هو للأسف أغلب الحسد أو أغلب حتى إصابات السحر والكلام ده دايما بتيجي من الدائرة المغلقة حواليك، يعني مش نقول الدائرة المقربة، لا، الدائرة المغلقة حواليك. فإحنا النهاردة هنقدم علاج وتحصين في نفس الوقت، والعلاج ده بيعتمد على صرف وتنظيف الجسد، يعني مش بس علاج عادي، لا، بيعتمد على صرف وتنظيف الجسد من أرياح العين والحسد والسحر، وكمان بيعمل على تهدئة النفس، وفي نفس الوقت له تحصين. كمان العلاج ده ميزته إن هو أنت بعد ما تنفذه، هو علاج جلسة واحدة، أنت بعد ما تنفذ هذا العلاج تشعر كأنك يعني بحالة استرخاء شديدة جدا، يعني عندك راحة نفسية وناسي بقى الدنيا وهموم الدنيا، لأنه هو بيعتمد على نوع من أنواع زي نقول كده زي جلسات الاسترخاء. وانت تحبوا الموضوع ممكن تعملوه يوميا. الطريقه تحتاج بعض الزيوت، تحتاج كلها زيوت تعتبر متوفره في اغلب البلدان، هنحتاج زيت الحبه السوداء، هنحتاج مسك الغزال الاسود، مهم جدا في العلاجات اللي بتعتمد على تصريف الارياح يكون الزيوت طبيعيه، مسك الغزال الاسود او دهن العود، انا انصح بمسك الغزال الاسود، لو مش متوفر عندك تقدر تطلبه من منتجات القناه. محتاجين زيت اللافندر او زيت الريحان او ماء الورد، يعني هتستخدم زيت اللافندر يا زيت الريحان يا ماء الورد، انا انصح باستخدام زيت اللافندر، مش متوفر عندك في بلدك تقدر تستخدم مية الورد. وهنحتاج الملح البحري الخشن، هنجيب 4 لتر من المياه، يعني ويفضل لو كانت مياه معدنية أو المياه الأبار اللي نشتريها من السوبر ماركت، نحضر 4 لتر 5 لتر زي ما تقدر، وبتبدأ أن أنت تسخن هذه المياه على النار، يعني تحطها في قدر على النار، وابدأ أن أنا أتركها مثلا نصف ساعة لحد ما تبدأ توصل لمرحلة مش الغليان، مرحلة ما قبل الغليان، وببدأ أن أنا أحضر الزيت اللي أنا اشتريته اللي هو زيت حبة السوداء، مسك الغزال الأسود، اللافندر، الملح البحر الخشن، وضعهم أمامي، أفتحهم من العلب أو الزجاجات أو الأكياس، وضعهم أمامي، وببدأ أقرأ عليهم سورة الفلق 45 مرة، وأقرأ عليهم سورة الكافرون 21 مرة، وبكده أكون أنا جهزت هذا الزيت وهذه الزيوت للاستخدام التالي. ببدأ أن أنا أحضر المياه الساخنة من على النار، بس طبعا ما استظهرش لمرحلة أنها تكون وصلت لمرحلة الغليان، وبجيب طبعا احنا عارفين هو البشكير زي ما احنا بنقول عليه بالمصري، البشكير اللي مستخدمه بعد الخروج من الحمام أو الشرشف أو المنشفة، يعني فوطة كبيرة، فوطة تغطي الجسد كله، وفضل لو كانت جديدة، ما عندكش جديد تقدر يعني تستخدم أي واحدة بس تكون نظيفة، يعني طالعة من الغسيل بمعنى صح. وببدأ أن أنا أحضر الزيت، أضع من زيت الحبة السوداء على المياه الساخنة 7 قطرات، وأضع من مسك الغزال الأسود 7 قطرات، وأضع من زيت اللافندر أو ماء الورد 7 قطرات، وأضع ملعقة من الملح البحر الخشن، كل ده أنا قرأت عليهم في الخطوة السابقة، وأضعهم في قلب المياه وأقلبهم، وأبدأ أن أنا أخذ الشرشف أو البشكير ونزله في قلب هذه المياه، وأبدأ أن أنا أنتظر، وأنا بضعه في قلب المياه أقرأ سورة الفلق 7 مرات، وأبدأ أن أنا أطلعه وعصره جيدا من المياه. هو أنت على ما تبدأ تضع الشرشف وتطلع وتنزل والكلام ده كله بيبدأ يفقد بعض من درجة حرارته، بحيث أن احنا نقدر نستخدمها، أمهاتنا بيعرفوا يتعاملوا مع المياه الدافية أو الساخنة، يعرفوا يتعاملوا معها بحرص، ونبدأ أن احنا نعصر هذا الشرشف أو البشكير ونضعه على الجسد كأننا خارجين من الحمام بعد الاغتسال، بحيث أنه يعمل زي نوع من أنواع السونة للجسد أو نوع من أنواع التبخير للجسد، وبنغطيه على الرأس تماما. كبار السن أو الأشخاص اللي عندهم مشاكل في التنفس يجعل له مجال أنه يتنفس من الهواء العادي، وإحنا قاعدين غلقين هذا البشكير بهذه المياه، طبعا يكون معصور مش مياه مبللة قوي، وضعه على الجسد مباشرة، يعني ما خفف الملابس بتاعتي أو بدون ملابس، أقرأ سورة الفلق وأكررها وأتخيل وأنا بقرأها أن أنا بنزع العين وبتخرج في أثار العرق اللي بيخرج من جسدي، أكرر هذا الموضوع، أشيل الشرشف لما يبدأ يبرد شوية أو يعني تبدأ حرارته تبرد، أضعه في المياه تاني، أعصره وأضعه على الجسد، وأكرر سورة الفلق وأكرر هذه العملية من 3-7 مرات. بعدها هتشعر براحة عجيبة جدا جدا جدا، واستغراق في النوم،
وربما ترى في مناماتك دي حصلت مع مثلا حوالي يعني من حوالي 40 أو 50 حالة نفذت هذه الطريقة بواسطتي، حوالي منهم 70% شافوا في مناماتهم مين الأشخاص اللي كانوا بيرصدوهم بالعين والحسد أو كانوا حتى بيسووا لهم السحر وتم إبطاله عنهم بأمر الله تعالى. دي من المجربات السريعة والقاطعة وتقدروا تنفذوها مرة كل أسبوع أو مرة كل 3 أيام. أنا نصيحتي يعملوها مرة كل أسبوع، تقدر تعملها مرة كل شهر، من الحاجات الجميلة جدا وتعتبر من جلسات الاسترخاء. أتمنى إن شاء الله تفيدكم وأنا واثق بأمر الله هتفيدكم. أي استفسارات اكتبوها في التعليقات، استشارات الخاصة تقدروا تطلبوها من أرقام القناة الموضحة أمامكم على الشاشة أو في صندوق الوصف، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. حلقة أسرار العارفين دايما مهمة. السلام عليكم.